وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من محافظة البصرة الناشط المدني والخبير القانوني فاخر الحميداوي. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ فاخر. بداية، ما هي آخر التطورات في البصرة على صعيد استمرار التظاهرات والاعتصامات وسط تواصل الاستهداف والملاحقة غير المبررة ضد المتظاهرين من قبل ميليشيات الأحزاب؟ طبعا للتصحيح، فقط الإعلامي وليس الخبير القانوني. نعم. بارك الله فيك. سهل المعلومة. الصراحة احنا يعني فوق كل المسميات، التحليل يعني محايد ويكون واقع حال بالنسبة للمتظاهرين، يعني سلميين في البصرة، جادين، ناس في المخيمات، معتصمين، عندهم هدف هو أن تنال البصرة حقوقها لأنها مدينة نفطية. سمعنا من قضاة التواصل الاجتماعي في قضاء الزبير يطالبون بخدمات، خاصة أن الزبير في حقول نفطية كبيرة، ولكن هذا القضاء محروم من خدمات. ثلاث يعني في أقل موسم أمطار إذا مطر ساعتين أو 3 ساعات يكون فيضان في الشوارع، وفي ربما يقل إلى البيوت. بصورة عامة يعني المظاهرات في البصرة سلمية، محافظة على سيستمها، ماكو تصعيد، وإن شاء الله يعني ينالون الحقوق بصورة سلمية والحمد لله والشكر. حتى في ساحة الاعتصامات هناك ممارسات في فنون الرسم وفي فنون بعض الابتكارات، وقاموا بتزيين بأرصفة الشوارع، وقاموا ب على قد حالهم يعني بعض الأمور سووها مثل النافورة وما شابه ذلك. يعني ناس مثقفين سلميين يحبون بلدهم ويحبون. برأيكم إلى أي مدى يعني يؤثر استمرار استهداف المتظاهرين على زخم التظاهرات بشكل عام؟ يعني صراحة الاستهداف من جهات خارجة عن القانون يحصل، هذا بالخرق في كل المحافظات. نحتاج إلى قانون، نحتاج إلى دولة، نحتاج إلى رئيس وزراء مستقل يقوم بإصلاحات كبيرة، منها قانون الانتخابات، العمل بالدستور، يكون الدستور منصف للفقير، فقرات تنعش الفقير بعد أن يعني نال كثير من الظلم والإجحاف، لأن العراق بلد نفطي، بلد حدود، منافذ حدودية، بلد زراعي، بلد صناعي. العراق منبع للتألق والإبداع والكفاءات، لكنه مهمش. الآمال تحلو أن يكون للمتظاهرين اسم وصيت. أما فيما يخص اختيار رئيس الوزراء، أنا بصراحة يعني أستغرب أن يكون رد فعل قوي من قبل المتظاهرين باختيار شخصية أو شخصيات مرشحة كفوءة مستقلة تنافس من المرشحين من قبل الحكومة. طيب، وهذا طبعا راح يكون يدخل بصلب الموضوع. طيب، حسب رأيك يعني ما هي الخطوات المقبلة بالنسبة لمتظاهري البصرة، خصوصا بعد أن تزايدت المطالبات بإغلاق الدوائر الحكومية وإيقاف الدوام وعمليات تصدير النفط اعتبارا من يوم الأحد المقبل في حال استمرار تجاهل مطالب المتظاهرين المشروعة من قبل السلطات؟ هذا الامر يعني احنا سمعناه من التواصل الاجتماعي فقط في قضاء الزبير، اما بقيه الحقول النفطيه مثل الرمايله الشماليه وبقيه الحقول ما حصل هذا الشيء، لكنه الزبير اتخذوا هذا الاجراء لانه بعد ان اجتمعوا الوجهاء والمثقفين والناس. حقول نفط الرمايله لم تغلق؟ أنا المعلومة اللي وصلتني فقط الزبير اللي هم مهمشين، لكن هنالك يعني مقاطع فيديو أرسلت على مواقع التواصل الاجتماعي
بثت على القناة قطع المتظاهرين للشوارع الواصلة إلى حقول النفط في البصرة، منها بئر 22 وبئر أرطاوي وبئر حقول نفط الرميلة الشمالية. نعم نعم، القطوعات يعني متفاوتة، يعني ما يقطع تقطع تقطع وتستمر، انه قطع وفتح، قطع وفتح. نعم. اما المتظاهرين الزبير هم هدفهم يعني يكون وصولهم يحال مشروع مجاري الزبير المتكامل الى شركه رصينه، لانهم عانوا من المعاناه الكثيره في ظل حكومه لم تستجب الى مطالبهم. يعني كردة فعل من اهل الزبير. نعم طيب. عن الخدمات اللي يجونها بالقضاء الجبهة. نعم، الناشط المدني والخبير القانوني فاخر الحميداوي كنت معنا عبر الهاتف من محافظة البصرة، شكرا جزيلا لك.